ماما جانا رح ترتكب غلطة كبيرة كتير وانت ما عملتي شي. صدقني حاولنا نمنعها بس ما كانت ترضى تسمع منك مو هيك؟ هي الموضة هالأيام أصلاً ما عم تفهم شي ولا عم ترد على حدا. لا فينود، صحيح إنه جانا زودتها شوي فعلاً وتحمست أكتر من اللزوم، بس مو معقول تكون عملت هيك بقصدها. يعني مو هيك، الغلط بضل غلط شو ما كان، بقصدها ومو بقصدها. ما عم صدق إنه جانا بدها تقدم شكوى بالشرطة ضد مرت أخوها، معقول؟ مع إنه بتعرف إنه مانو حامل كمان. لا بابا بترجاك يا ابني اسمعني شوي، ما حدا منكم لازم يوقف مع اليوم ابدا. لك العالم حتى مع اعدائهم ما بيتصرفوا بهي الطريقه البشعه والقاسيه، اما هي بدها تعمل هالشي مع يلي بتعرفهم. يمكن عائله مازن بتهمها اكثر منا، بس بسيطه مو مشكله. اذا جانا بدها تورطها بهي المشكله لمانو يعني، فانا وقتها بعرف كيف طالع مرتي من هالمشكله كمان. فينود، فينود وين رايح ابني؟ على بيت مانو، لازم اوصل قبل ما توصل الشرطة وتعتقلها، حتى إذا الناس تخلوا عنا. مين ما بده يتخلى عنا بس أنا بكون زوجة، ومستحيل إني أترك مرتي تمر بهيك ظروف وأنا عم بتفرج عليها. طيب بس لا ماما، أنا دائما كنت سامح جانا على أخطائي اللي بتعملها، كنت أعتبر كل تصرفاتها إنه عدم مسؤولية وانظر لأنها أختي الصغيرة، بس هالمرة لا، مستحيل سامحها على هي الغلطة، مستحيل إني سامحها أبدا. أبدا. مانو؟ فينود، فينود اطلع فيني منيح، اطلع فيني، شوف شو ساوت اختك الادمية فيني، شوف هالمصيبة هي هلا. توسى باختك كثير مو هيك؟ توسى ببساطة وعفويتها مو هيك؟ شفت هلا قديش بريئة؟ لك هي اختك زلتني اليوم، زلتني كثير، بس بدي اعرف شو غلطت معها لتعمل فيني هيك. رجاء مدام تعاوني معنا، لا تصعب الامور مشان ما نستعمل معك القوه. يا ريت تتفضلي معنا على قسم الشرطه لحالك وبلا شوشره، هالشي رح يكون احسن مشانك ومشاننا كمان. طيب بس دقيقه، انا فينود كرنشكار بكون زوجها لمانو، بقدر احكي معك كلمتين؟ اسف سيد فينود، ما بنقدر نحكي اي شيء بتعلق بالقضيه، اي شيء حابب انك تقوله فيك تقوله قسم الشرطه أو بالمحكمة. طيب بس سيد فينود، القضية واضحة كتير مثل عين الشمس، ما فيها مجال للنقاش، ما في أي شيء بنقدر نحكي فيه. مدام جانا دعشموخ متقدمة بشكوى ضد زوجتك، شكوى افتراء، أساءت استخدام اسم جانا دعشموخ وسببت لها مشاكل، وخلت زوجها وعيلته كمان يدخلوا السجن بهالقضية هي، وضللت الشرطة بالمعلومات. يا مدام خذيها على السجن. سيدي لو سمحت بس دقيقة. انت ليش ما ورشيتيني على الاوراق من قبل ما دام كانوا عندك؟ كل المستندات تبعت كفالي موجودين، مشان هيك انا رح اتركها. بس بدي اذكركم، اذا القضيه رجعت وانفتحت رح تجوا على المحكمه مره ثانيه. تفضلي امشوا.
بينود، فيك تقلي شو عم بيصير؟ شو هذا اللي عم تعمله جانا؟ بعرف انه هي متخانقه مع مانو وفي مشكله، بس مانو لقيت حل القصه بيناتهم مو هيك؟ تركت كل شيء وتركت البيت واجت لهون. بقى ليش جانا عم تعمل هيك فينا؟ بعمرنا ما فكرنا ولا حتى اجى ببالنا انه ممكن ننزل لهيك مستويات. احكي شي جاوبني فينود، ما حسيت بالواجب تجاه مانو انه لازم تتصل فيي على التليفون بعد ما تركت البيت؟ هالشي معناه انه الموضوع ما بيهمك لا من قريب ولا من بعيد، مو همك تكون بحياتك او لا. لا ماما القصة مو هيك ابدا. بلا هي هيك القصة فينود، بالضبط هي هيك. اختك جانا فيها تعمل وتقول يلي بدها اياه عن اجيت وعن بنتي وبدون ما يكون عندها اي دليل حتى. لا وهلا كمان عم تتقدم بشكوى على مرتك الحامل بقسم الشرطة. لهون وبس، ابدا ما توقعت هالشي منك فينود. عن جد ما كنت متوقعة. خلص لحد هون وبكفي بقى فينود. بابا بوني بدي بابا خليني اروح معه. لا ما في تروحي مع ابوكي، ما في. جانو أخي ما عملتي غير يلي براسك، بعرف إنك ما بتحبيها لا مانو ولا بتطيقيها، بس كان لازم تفكري بزوجها يلي هو أنا ولو مرة. لك قولي لي أنا بشو قصرت بواجباتي معك؟ وقفت جنبك أنت وصغيرة وأنت وكبيرة ودعمتك كمان، كنت شوف مشاكلك كأنه مشاكلي إلي وعالجها، وأنت هيك بتردي لي إياها؟ بعرف إنه مانو غلطانة كثير، بس شو ما عملت هي بتضل مرت أخوكي، وهي حامل بابنه هلا كمان. بس شكلك نسيتي كل ارتباطك بعيلتك من اول ما جيتي على هالبيت. لك جانا كنت تقولي انه اهم شيء علاقات الاخوات مع بعضهم، وهلا هذا يلي طلع معك تروحي على الشرطه وتقدمي شكوى ضد مانو؟ لك ولا مره خطر ببالك تخافي عليها انها حامل ورحت اشتكيتي عليها للشرطه بكل قساوه؟ جانا لك حتى باحلامي ما اجى ببالي انك تعملي هيك وتنتقمي بهي الطريقه. كنت بتامني بالتسامح مو هيك؟ ما دام طول عمرك كنت تحكي وتامني بالتسامح، قلي لي لك ليش هيك عملتي بمرتي؟ يا ريت تناقش هالامور مع مرتك بدل ما تناقشها مع جانا فينود. كذبه وحده منا وشكوى فوقها كمان خلت حياتنا مخربطه. ما في داعي تعمل قصه هون هلا، اطلعوا احكي برا. انا حكيت كل شيء بدي احكيه وخلص مازن. بس بدي اقول لجانا شغله وحده اخيره. الاخت يلي ما بيهمها حياه اخوها وعيلته او مستقبل اخوها مع عيلته هي وحده ما بتستاهل حتى انه تسميها اخت. انت بتعرفي قديش انا بحبك، بس من اليوم ورايح رح امنع حالي حبك. من اليوم ورايح ما رح يكون عندي اخت ولا انت حيكون عندك اخ، بس من اليوم وطالع رح اقطع اي صله فيكي للابد. رح يكون عندي اختين بس. مو ثلاث اخوات، اختين بس، عم تفهمي؟ هن اختيني عن جد. بس انت لا، مو اختي، انت مو اختي ولا انا اخوكي. اتذكري انه ما عندي غير اختين، بس انتي لا، رح البس بايدي بس خيطين، واحدة لباشا اختي والتانية لباشال يا اختي. اخي 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 ايه سهاد سهاد، عن جد اخوك كثير شاطر وفظيع بالحكي تبع الافلام، شي خيطان وشي اخوات، ليش انتم ما بتقترحوا علي يروح يمثل بالافلام تبع السينما؟ بياخذ دور اخو البطل كثير بيلبق له صدقيني. شو بك حبيبتي ليش عم تبكي هلا؟
ليكي بس استني علي وشوفي كيف رح انزعلك. علاقاتك وحده ورا الثانيه بنفس الطريقه، عم تفهمي؟ سافيتا شو بدك انت؟ خلص ما بقى رح احكي، بس هذا هو يلي رح يصير، فهمتي وليه؟